عند عم سعيد. لعايز ربي النتاية بيتبول كويس. في كلاب تاني. ايه ده؟ سعيد رن عليا كده. صبح ابو حميد. صباح الفل حبيبي يا معلم. الجرايه بكام؟ يوسي الجرايه من دول بكام؟ بكام؟ البلو باتنين والوايت ب17. دي ب 2000 واي جرايه تانيه ب 1700. 700 ب 1700 1700. اخونا الاطرش اخونا الاطرش الشواوة اللي هو الاحجام المنيو بكام دي؟ بنوته؟ بنوته؟ بكام؟ ب 2000 جنيه ب 2000 جنيه. والعسل الاسمر ده؟ العسل ده 1500 بكيلو. في بقى ايه؟ تحف ورا منك. اه القطط دي 700 جنيه. اي قطه بيضة عين سرقه. بص مش هتعرف تميزهم عن بعض. حاجات تانية اهو. في حاجات رصاصة اهي. اديني الرقم يا معلم. 012 0 0 4 2 9 4 2 4. في كلاب كبيرة؟ اه فيها رود شرسة. شغل حمادة السعيدي حي سوق جراوي المقطقطة. حاجة مطلعة لسانها كده عشان تغيظ أي حد. بكام الحتة؟ ب 1000 جنيه الجار. غلابه خلي بالك. هي. والله ب 1000 ونص الحته بتتباع عندنا. الحاجات البيضاء ب 1000 ونص. يلا. ب 1000 جنيه. وعندي بكنيز وعندي ولفات. في ولفات وبكنيز. عندي حته هنا برضه. ماشي. في شيرازي برضه. اه. هات رقم التليفون. 012 012 122 128 258 256 رقم التاني الخاص بتاعي 0000 180 414 واحد مثلا في متجر. والله واحد احمد بس. حبيبي واحد بس على قدنا بقى. حبيبي ولا اهو ولا لك ولا هاتوا هاتوا طب طلبة سموش خلاص روح حافي بقى يا معلم. الفردة الثانية. الفردة هاتوا هاتوا يلا هاتوا. تعالى تعالى اتفرج على سلطان. تعالى على سلطان بيأدي اداء عالي. هاتوا اوعى فؤاد اوعى فؤاد الكلب هيعضك. اهو قطع سلطان. خلاص بكام سلطان؟ 3.5 3.5. عنده كام سنه سلطان؟ سنه ونص. 3.5. هات رقم التليفون. طيب 012 04 17 29 6 8. الكلب ده كان بيضرب كلاب؟ يا عم موت كلاب. اتعارك معايا كلاب يا ساتر يا رب. دي جراوي 8 شهور. الكلب ده دمه حامي قوي. ايوه بص دماغه دماغه بقت شكلها جميله اما كبر ابن اللعيبه. بص دي مسوله هتلاقيها دي انتايه؟ دي انتايه. ايه 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 يا عمر؟ بس الكلب ده الكلب ده دماغه
بلغوا حكاية ولا استنى. طيب كلب ب 8000 جنيه جرو من دول ب 8. الذكر ده حكايه يا جدعان، الذكر ده جامد قوي. شرسه ما بتطوعوش يا بنت اللعيبه. ده بقى اللي بيروح، ده بيروح على طول. انبوبه تحسه مش كلب عادي. هات رقم التليفون. بندا 031 988 9907 9907. مش دعوه شنا شنا. سيمبا سيمبا.